السلام عليكم، يسعد صباحكم جميعا، وخلينا إن شاء الله نكمل. إحنا ما وصلنا آخر مرة، أوكي، بدي أستكمل محل ما وصلنا آخر مرة، ونبدأ إن شاء الله بواحد ثلاثة. وقبل ما نبدأ إن شاء الله بدي أكد عدة شغلات. بالنسبة لموعد الامتحان الفيرست، زي ما حكينا إن شاء الله راح يكون اليوم 19/10. أنا إن شاء الله بحط announcement في على المودل وعلى الواتساب جروب للتأكيد على إن شاء الله زي ما حكينا عملي. يعني خلص انا بعطيكم كيس، وهاي الكيس انتم بتشتغلوها على على الووتر كاد، غالبا بيكون على الووتر كاد، واللي بعديه مباشره بيكون على السور كاد، وهنا مجره يعني ان شاء الله. طبعا لحد الان مش عارفين احنا بالنسبه للفاينل كيف يكون، راح يكون تركيبه اذا كان وجاهي بهاي الحالة بده يكون أكيد في مختبر جي 130، وإذا كان أونلاين فأنيتها it's a different story. بس أنا بدي أكد على نقطة مهمة، إنه بالنسبة لأي امتحان بنعمله سواء كان first second أو final، إذا كان أونلاين وطالب لسبب معين ما قدر يعمل هذا الامتحان، ساعتها بكون الميك أب في الجامعة. يعني بدي أكد على هاي النقطة، يعني يا يوم أربعاء يا يوم خميس، يعني لأنه هم اليومين اللي احنا مسموح نجيب فيهم الطلاب على الجامعة بحكم انه في عندهم مساقات عملي، فبتم الترتيب مع الطالب، وساعتها بده يضطر انه يستخدم جهاز الجامعة ويعمل امتحان اللي ما قدر يعمله في البيت. اذا متأكد على هاي النقطة، يعني الطالب اللي ما for some reason ما بيقدر يعمل الفيرست مع الطلاب، he will lose the opportunity يعمله اونلاين، وبده يضطر يعمله وجاهي لسبب بسيط، لانه ما بقدر اعمل لهذا الطالب اونلاين، وكمان مره طالب ثاني قطعت عنده الكهرباء اونلاين بده يجي على الجامعه بهاي الحاله. الشغله الثانيه، طبعا راح يكون في تيتشنج اسيستنت للمساء، مساعد تدريس او مساعد التدريس، المهندسه يمامه من ليطات. ويوم الاثنين ان شاء الله راح يكون اول لقاء في ديمونستريشن اللي راح ان شاء الله تعمل لكم اياه المهندسه يمامه. ممكن تكون موجودة هي already معنا كparticipant، لكن هي already so far admin في ال WhatsApp group، وبالتالي هي راح تصير تحط ال الزوم link للمحاضرات اللي فيها عرض عملي. يعني فيوم الاثنين إن شاء الله يعني بتكونوا جاهزين just to watch a demonstration على ال على ال water cad. I think المهندسة يمامة هلأ already دخلت، راح إن شاء الله يوم الاثنين هي اللي تعمل الديمونستريشن للووتر كاد. والهدف من يوم الاثنين تحديدا، انتم معظمكم بيعرف الووتر كاد، لكن يعني تطلع على الووتر كاد زي ما حكيت لكم بطريقة شوي مختلفة عن الطريقة اللي أخذتوا فيها، ويعني تحاول قدر الإمكان تعطيكم أفكار مختلفة، بدءا مثلا كيف تبدا من اضافه ايمج از ا باك جراوند في الووتر كاد، وهذا طبعا الايمج لازم يكون جيو ريفرنس، او انت تعمل له اكشلي جيو ريفرنسنج من البدايه، لا ايذر واي يعني مش مشكله. بلس تحطش الجايز شيف فايلز از ا باك جراوند، وتو اد نوتس، بعدين لينكس، بعدين تحط الداتا، بعدين تعمل رن وتطلع مشاكل عندك، وتبدا من هاي النقطه تغير. يعني مثلا تطلع عندك مشاكل نيجاتيف، مثلا بريشر او بريشر، خلينا نحكي مثلا مش ضروري نيجاتيف، ممكن يكون منخفض، وهذا البريشر المنخفض كيف انت تتعامل معه؟ هل انك مثلا انت تقلل الهيد لوس، وبالتالي بترفع البريشر هيد في نوتس معينه، ولا ترفع الخزان، احنا نحكي شيء نظري، وتكتشف طبعا انه بالواقع يعني almost impossible ترفع الخزان، لانه الخزان جاي على اعلى نقطه في البلد، وهو already اصلا مرفوع على عمدان،
وبالتالي it's almost impossible انك عمليا ترفع الخزان نظريا. بترفعه على الووتر كان تعمل رن وبصير البريشر يعني زي ما بدك. فاذا this is not a realistic solution you see immediately how to إذا في عندنا يعني هيك مجموعة من السيناريوز اللي المهندسة يمام إن شاء الله راح تعرض لكم. هاي كمان النقطة الثالثة بدي أكد عليها. النقطة الرابعة بعد ما حكينا عن الإجزام وشو راح تعمل المهندسة يمامة وإنه هي راح تساعدني في المساق. النقطة الرابعة اللي هو ضروري إنكم تحضروا أو تنزلوا بالأحضر فيش تحضير، تنزلوا الووتر كاد والسيور كاد والستورم كاد. هدول ثلاث سوفتوير لازم يكونوا جاهزين عندكم وأفيلابل. طبعاً في أوبشن طالب ممكن منزلهمش ويروح على الجامعة ويشتغل يعني وقت المحاضرات اللي حددها عملي يشتغل هذا الشغل في الجامعة، لكن I think راح يكون almost impossible لأن خصوصاً ما بدك تحضر للامتحانات العملية راح يكون الوقت المتاح أصلاً معك محدود، وبالتالي لازم تكون متدرب بشكل جيد day and night على اللابتوب اللي عندك في البيت أو الديسكتوب whatever اللي عندك يعني. وبالتالي يعني ضروري إنكم تنزلوا يوم الاثنين، ما راح تعملوا إشي أنتوا راح just watch، وإن شاء الله المحاضرة بتكون مسجلة وبالتالي تقدر ترجعوا لها امتى بدكم. لكن ابتداء من يوم السبت الجاي ان شاء الله، هي اوريدي معكم اسبوع كامل، يوم السبت القادم راح اقول لكم مثلا انه هذا التمرين وحط لكم اياه وتبدوا انتم اكشولي تشتغلوا على الخطوات ستيبس، وانا بكون افيلابل والمهندس امام افيلابل من 9:30 ل 10:30 او 11:15 او whatever بالنهايه، وانت بتشتغل التمرين واذا في عندك اي سؤال just you can ask immediately ونعطيك التكنيكال سبورت الدعم الفني let's say that way. وبالتالي اذا لازم يكون نازل عندك، فاذا you have one week from now انك تدبر امورك يعني. طبعا للاسف بدك تضطر انك تنزل كراك اللي هو اصلا هذا ضد سياسه الجامعه، لكن هلا احنا خلينا نحكي نبعد هاي المثاليات شوي وانت تنزله. ممكن المهندسة منى عبد الغني في مختبر جي 130 اللي حدا عنده مشكلة ممكن انها تساعد I'm not quite sure، لكن انا متأكد straight forward تنزيل البرنامج، لكن بسوة تنزلوا ثلاث برامج مرة واحدة حساس انه ما تتغلب كل مرة تنزلوا فيها البرنامج المطلوب يعني. I think هاي اشياء اللي انا حابب احكيها قبل ما نبلش محاضرة اليوم. في حدا عنده اي استفسار او اي سؤال قبل ما ابدأ في slides or presentation. Okay, تمام. احنا اخر مرة تركنا 2 slides اللي كان فيهم سؤالين وطلبت منكم هيك تجربوا تحلوهم لحالكم. ممكن احنا هيك نناقشهم بشكل سريع جدا. اذا كان الفاينل وجاهي يعني تيجوا على الجامعة راح يكون في أشياء زي هيك مطلوبة منكم إنكم تقدروا تجاوبوها يعني. أنا ساعتها بقدر أسألكم أسئلة زي هيك يعني. خلينا بس نقرأ هذا السؤال اللي عندنا already هنا. The figure shows a part جزء من water distribution network. Determine the demand at each node. حدد لنا الديماند يعني الأكشن كمية المي اللي طالعة من كل نود من النودز، النود رقم 1 والنود رقم 3 والنود رقم 2 والنود رقم 4. إذا determine the demand at each node والنودز هو يعني عشان إذا أنت مثلا متغشم إيش هي solid circles الدوائر هذه السوداء. If the meters العدادات اللي هم بالمربعات are as shown in the figure. Each meter كل عداد بيعبر عن 10 كوب في اليوم يعني. إذن هذا هو التوتال ديماند. طبعا 10 كوب في اليوم لمنزل طبعا this is too much. إذن هذا بعطينا indication إنه هذا العداد وكأنه
لمجموعه من البيوت بشكل مشترك. يعني اذا هو عداد مثل اكثر من مستخدم بالنهايه. Otherwise it's almost impossible يكون في بيت يستهلك 10 كوب باليوم unless في عنده العوامه خربانه والمي بتكب برا الخزان التانك اللي عنده. By the way المستطيل اللي احنا شايفينه هذا، هذا المستطيل وهذا وهذا وهذا، هاي مستطيلات، هاي خطوط من الشبكه. يعني هذا المستطيل سوري من 4 خطوط ما بيمثل منطقه الخدمه زي ممكن الواحد يتخيل سيرفيس اريا، لا بيمثل جزء من الشبكه. طبعا في اكثر من طريقه لتحديد مقدار الديماند اللي بده يروح من كل نود. طالما انا في الامتحان مش محدد لك الطريقه معناته انت دائما اختار الطريقه الاسهل. يعني هذا الشيء المبدا الهندسي الرائع جدا انه تشوز ذا ايزيست واي تو دو سمثينج از لونج از، طبعا الطريقه الاسهل هي طريقه معتمده، هذا واحد، وطريقه انت كمهندس يو كان ديفند، ممكن انك انت تبررها وتدافع عنها وتو جاستيفاي ات قدام الناس اللي انت بتشتغل لهم الشغل بالنهايه، سواء انت كنت كطالب مشروع تخرج ولا كمهندس ممارس يعني بعد التخرج وبدك تعمل allocation تحديد للنودز على النودز المختلفة، تحديد الديماند على النودز المختلفة. قد تكون أسهل طريقة إنه يجي نطلع في عندي، أو في حد بيقدر يقول شو أسهل طريقة؟ شو أسهل طريقة؟ أوكي ثيزن بوليجون بالضبط. التايزن بوليجون مش اسهل طريقه. عميد ايش ممكن يكون اسهل طريقه؟ بجمع الديماند الكلي وبقسمه على 4 جنكشن 100%. يعني مثلا عندي هاي عداد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So we have 15 different demand demand meters points concentrated housing 15 ضرب 10 150. إذا هاي الشبكة أو هذا الجزء من الشبكة مطلوب يعطي 150 cubic meter per day، هذا بده يتقسم زي ما حكى زميلكم على 4. إذا 150 تقسيم 4 يعني قلنا مثلا 160 40 منها 10 على 4 2.5 على 37.5. اذا من كل جنكشن من الجنكشنز بده يطلع في عندي 37.5 كيوبيك متر بير داي. يعني what does that really mean? This means the following، انه لما اجي انا مثلا بدي استخدم الووتر كاد على سبيل المثال وما بدي الووتر كاد هو يشتغل شغل التقسيم هذا والتحديد الالوكيشن المحاصصه، بنقول انه هاي بتطلع 37.5 وهاي بتطلع 37.5 وهي بتطلع 37.5 وهي بتطلع 37.5. طبعا actually لو انا كان في عندي خط رئيسي جاي هيك، هذا الخط الرئيسي بده يمشي 150 اللي هي كلياتها، وال 150 بتبدا تتوزع جزء طالع من هذه 37.5 والباقي ماشي من هون وماشي من هون، وهذا مجرة. اذا هي الميثود الاولى. الميثود الثاني بس اغير اللون، المثل الثاني زي ما حكى زميلكم اللي هي فيزن بوليجون، وانا طبعا ما شرحتهاش كيف تعملها، انتم اخذتوها بالهيدرولوجي او بتاخذوها هلا بالهيدرولوجي او راح تاخذوها بالهيدرولوجي، لكن لانه دائما بيكون في امتحانات وجاهي بنشرحها اكثر يعني. لكن اكشلي بتيجي بتاخذ خط منصف، نقطه منصفه ونقطه منصفه ونقطه منصفه بين الجنكشنز وهذا المجرة، وبتيجي مثلا تعمل عمودي وعمودي وعمودي على هذا like this، فبطلع عندي كل شيء within هذا الإطار اللي هو within هاي وهاي بده يطلع من J1 وJ3 راح تخدم هذول الثلاثة لأنه محكوم ب north south west east خط، فبطلع عندي هاي المنطقة باعتبار J4 بتعطيني هذول الثلاثة، بينما J2 بتعطي هذول الاثنين، وبتلاحظوا فيش ولا نود زي الثانيه زي اختها. فيعني مثلا J1 بتعطي 2 4 6 60،
فلما جاء 3 بده تعطي 1 2 3 30 وجاء 4 40 وجاء 2 20. اذا واضح انه this is totally different من اللي عملناه قبل شوي 37.5. وبالتالي بهاي الحاله واضح انه اختلف الديماند. طيب شو يعني انه اختلف الديماند اللي طالع من كل نود من النود؟ يعني شو التداعيات اللي بتحصل معانا في الهايدروليك اناليسز او في الديزاين؟ طبعا في حد بيعرف؟ نتيجه طبعا اختلاف الميثودز ممكن الدياميتر يزيد او ينقص او يتغير او ينقص حسب الديماند اللود اللي هو 100%. ممكن تسميها لود وممكن تسميها ديماند. اذا تسميها لود بصير هيك الواحد بيحكي كانه كمهندس بيستخدم مصطلحات عامه. اللود هو عباره عن ديماند على النودز، واللود هو عباره عن الترافيك ريت في الشوارع، واللود هو عباره عن الستريس في الممبرز تبعت ستراكشر معين، واللود هو عباره عن وزن المنشاه اللي بده يتحملها السويل. وهنا مجرة عكس كلمة لود رائعة جدا. يعني طبعا ما بيأثر على ديزاين الخط الرئيسي، لأنه بالنهاية كيف ما أنت اشتغلت 150 15 10، لكن وين بيبدأ التوزيع؟ طبعا لما يتغير قديش الاكسبكتيشنز من كل نود من النود. في هاي الحالة ديفينتلي يعني كمية المي اللي بدها تتحرك بدها تختلف، وتبعا لهذا الحكي بدها تتغير كمية أو التدفق، وتبعا تغير التدفق ومعدل الجريان اللي هو الفلوريت بتغير عندي الديامترز او الاقطار الاكسبكتد من كل بايب من البايبس. وذيس از واي يو هاف تو بي ا ليتل بيت كيرفول. يعني انا مره ثانيه استخدم اي طريقه بدك اياها، بس يو شود بي ايبل تو ديفند هاي الطريقه. خلينا ناخذ كمان، هذا كان باست اكزام، نحاول الصبح هيك دورت امتى كان هذا. كان I think قبل 7 سنين ممكن أو 8 سنين، جزء من 2013، وهذا كان امتحان فيرست بالمناسبة. والمطلوب the figure shows a part of a network. إذا هذا جزء من شبكة. طبعا إذا حطيت a part كلمة واحدة يعني ما فيش عندنا space، هذا صار جزء منفصل. وإذا حطيت يعني ما فيش هذا space a part، يعني أنت بعيد عن أو صار هذا جزء مش منفصل. إذا كانت ما في عندي سبيس بيكون apart from، يعني هو جزء من هذا من هذا الشيء. يعني بينما apart ك A وspace part هو جزء مستقل. يعني anyhow مش مشكلة. The figure shows جزء من شبكة توزيع مي. وفي معطيكم 3 nodes the 3 circles، 1 و2 و3 in three different طبعا. وعندك demand area هيات المستطيل. هلا هون المستطيل هو demand area، بينما الشبكه احنا مش شايفينها، شايفين من الشبكه فقط three supply nodes زي ما انتم شايفين هون، 1 و2 و3. المثلثات اللي عندي هون بتعبر عن اللي هي triangles، هاي بتعبر عن meters العدادات. in three different ways بثلاث طرق مختلفه determine the demand on each node circles if the meters المثلثات triangles are as shown in the figure. زي ما انا مفرجيكم بهذا الفيجر. Each meter كل مثلث بيعبر represents shows 10 cubic meter per day. يعني وكأنه الديماند المطلوب من كل مثلث من المثلثات هو 10 كوب باليوم. طبعا هو مش بالضروره يكون متساوي في الواقع، ممكن يكون عداد 1، ممكن يكون عداد 5 cubic meter per day، ممكن يكون عداد 30. بس هو عشان سهولة الحل وما تضيع وقتك بالامتحان، أنا اعتبرت أنه نفس كمية المي expected من each triangle. بس بواقع الأمر ممكن أحط لك أرقام صغيرة جنب كل عداد من العدادات بتعبر عن قيمة بدل الرقم 10 اللي already احنا شايفينه هنا. إذا each meter represents 10 cubic meter per day. Width of the demand area المنطقة هاي العرض هذا 0.15 كيلومتر. وبالمناسبة هذا الرقم مش ضروري انه انك تعرفه. يعني كيف ممكن نحل هذا السؤال؟ اسهل طريقة زي ما اتفقنا، مجموع المثلثات تقسيم الثلاثة، وبالتالي بيطلع عندي كم كل
جانكشن او كم كل نود، ممكن تستخدم كلمه جانكشن، ممكن تستخدم كلمه نود، مطلوب انها تطلع. فاذا جينا عدينا على سبيل المثال، هي عندي 3 وهي عندي اولريدي هي 7، هي 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8. اذا في عندنا 28 مثلث، اذا هاي المنطقه مطلوب، او هاي مش المنطقه، او هاي المنطقه بتاخذ او بدها 280 كوب باليوم. هذول الثري جانكشنز او الثري نوتس مطلوب يعطوا 280 كوب باليوم. معناته اذا احنا بنحكي عن 280 تقسيم 3، وبالتالي بيطلع عندي 90 وشوي، يعني تقريبا 93 و3 بالعشره المطلوب من كل جانكشن من هاي الجانكشنز الثلاثه. اذا اعتبرنا equal distribution، هاي احدى الميثودز اللي بيستخدمها الووتر كاد في الالوكيشن للديماند من النوت. الطريقه الثانيه اللي هي باستخدام phasing polygons، فاحنا ممكن بس اغير اللون، نيجي مثلا نحكي هاي اول شيء بوصل بين two junctions like this تقريبا، باخذ نقطة المنتصف ونقطة النص ونقطة المركز بين الاثنين، وبعمل خط عمودي like this على الخط الواصل بين two junctions، وعمودي على هذا وعمودي على هذا like this. لو مديت هذا شوي هيك ومديت يعني somehow هيك like this. الآن شو بصير عندي؟ باجي بس بغير كمان اللون، أو حتى ممكن أعمل هايلايتر، وبتيجي هاي المنطقة عندي هيك هيك، كل هاي المنطقة مخدومة بالنود رقم 3، والمنطقة هاي مخدومة بالنود رقم 1. نغير اللون للمرة الثالثة، نستخدم مثلا لون أزرق، وهي هيك يعني بتكمل هيك، كل هاي بهذا الشكل منطقة 2. الآن إذا هذه هي phasing polygons، هي عبارة عن شيء بسموه زونال أو بفر، حتى كلمة بفر ناخذ جي اي اس مرت مع الكلمة هاي والزون مرت معاه. إذا هي منطقة زي منطقة تتبع، يعني المنطقة اللي باللون الأخضر تتبع النود 1، وبالتالي مثلا بقدر أقول إنه كل هذه المنطقة مخدومة بجانكشن رقم 1. طيب الآن بدي أسأل السؤال، كيف نتحرك بعد هيك؟ يعني كيف نستخدم الثيزن بوليجونز؟ بكل منطقة باخذ عدد العدادات واضربهن ذهب الاستهلاك ممتاز. يعني مثلا باجي منطقة رقم 1، هي 1 2 3 4 5، إذا هاي بده يعطي 50. باجي مثلا منطقة رقم 2، عندي 3 6 8 10 12، إذا 120. المنطقة رقم 3، هي عندي 3 هاي 7 9 11 12، اذا كمان 120. اذا باي كاونتنج. طيب لو كان العد صعب، لانه مش تكون مليانه عدادات، ومنحكيش عن 3 مناطق، بنحكي عن 300 منطقه، معناته راح يكون في مشكله بهاي الحاله، لانه it's very time consuming to do something like this. وبالتالي لازم نفكر بطريقه ممكن في الجي اي اس هو يعمل هذا العد بالنهايه، وهذا is quite easy يعني to do something like this. الطريقه الثالثه انه انا اتعامل مع phasing polygons كمساحه، يعني مثلا اجي احكي مساحه المنطقه المخدومه بالنود رقم 1 على المساحه الكليه ضرب ايش؟ الديماند الكلي. الكلي ذهب، يعني اذا مساحة 1 على المساحة الكلية ضرب ال 200 و 290 بالضبط الديماند الكلي.
انا جمعتها 280 قبل شوي، بس مش مشكله اذا 290، وبالتالي بيطلع عندي هذا الديماند المرتبط بالنقطه 1، والديماند المرتبط بالنقطه 2 مساحه 2 على مساحه الكليه ضرب ال 290، وهذا مجره. That this a third possible way to look at this. الآن إذا هذا برضو كان سؤال سابق. الآن هيك في سلايد أنا ضفتها الصبح، وأعتقد إنها سلايد جيدة وكثير طلاب يعني بغلطوا فيها، مش بس كمان طلاب بالمناسبة، حتى مهندسين ممارسين صار لهم بجوز 15 سنة و 20 سنة بيشتغلوا في هذا الشغل، يعني water engineers but still they are making mistakes بالمناسبة. هذه عبارة عن نود اللي باللون الأحمر اللي احنا already شايفينه هنا. هاي النود جاي على أكيد شارع اللي باللون الأسود، اللي باللون السماوي هذا اللي هي المنازل والبيلدينجز، ونعمل فيزن بوليجون للنود هذه اللي هي رقمها بالمناسبة مش واضح كثير بس هي 7، وهي حدود اللي بالأحمر الفيزن بوليجون. الآن إذا بتطلع مظبوط هيك، طبعا في عندي بالخلفية خطوط كونتور هيك مش واضحة كثير، مثلا هذا خط الكونتور بدي أعمله مثلا باللون الثاني، ثواني بس، هاي لون مثلا أزرق، مثلا في عندي خط كونتور 310 في 315 320 25 30 35 40 45 و50. بعدين رد رجع نزل، إذا بتلاحظوا 45 لتحت يعني، وفي خط كونتور ثاني هيك 350. اذا يعني واضح انه يعني في عندي فاريشن اكيد في المناسيب. هلا منطقيا لما اجي احكي خط كونتور 310 والنود موجود عند خط كونتور 340، يعني واضح النود اعلى من هذا المكان، واضح. يعني خلينا نحكي انه بالانسياب المي بتنزل من 340 all the way ل 310. طيب والبيت اللي على 345 هون كيف بده ياخذ مي؟ ما احنا بنحكي عن ووتر ديستريبيوشن نتورك، يعني النود هي بتعطي. كيف بده ياخذ البيت اللي على 345 من نود على ارتفاع 340؟ شو الكونسبت اللي بخلي المي تطلع 5 متر وتعطي هذا البيت؟ تفضل. ممكن نستخدم مضخة. ايوه مضخة بالضبط. اذا اول شيء يا ممكن نستخدم مضخة، يعني معنى انه مضخة بالشبكة، يا اما انه اصلا المي في هاي الجنكشن اللي هي لونها احمر هي اولريدي هاي المي مضغوطة، سواء لانه في عندي خزان مرتفع ضاغط الشبكة كلياتها، او لانه في عندي على الخط الرئيسي او سموير بالشبكه مضخه. يعني الفكره ان المي بتنزل بنزول نتيجه فرق المنسوب باي جرافيتي، وبتطلع بطلوع نتيجه انه هي اوريدي المي مضغوطه. اذا هذا نقطه مهمه جدا، يعني we need to keep in mind انه الفيزن بوليجون اللي احنا شايفينه هذا الاطار، هذا الاطار كلياته في فاريشن في المناسيب. الفكره هذه انها الجنكشن هاي هي مركز الخدمه لكل هذا الاطار. يعني شو معنى الحكي هذا؟ لما اجي احط اكس في هذا المكان، هذا الاكس اقرب شيء لهي الجنكشن، بس الاكس اللي برا هاي المنطقه هو اقرب لجنكشن ثانيه. لكن اذا بنحكي عن شبكه صرف صحي يا جماعه، في شبكه الصرف الصحي النود شو بتمثل؟ هذا النود في شبكه الصرف الصحي شو بتمثل؟ المانهول بالضبط، المانهول. باي ذا واي دائما الفظوها مانهول، واذا بدك تحكيها بالعربي هي عباره عن غرفه تفتيش او مصرف، بس ما يعني حاول تجنبوا انك تحكوها منهول، بس مانهول. والمانهول هذا لا يمكن ياخذ مجاري. طبعا ركزوا معي، النود في شبكه مي بتطلع، اذا هي بتطلع وبدي اغير اللون، انا صارت معجقه كثير يعني استخدم لون اخضر. الشبكه هاي بتطلع المي في كل الاتجاهات، شعاع مائي
المي بتطلع everywhere لأنه مضغوطة. لكن في المجاري no, no way. المان هون هو عبارة عن مكان يلتقط ويجمع ويصرف ويأخذ ويستجمع كل المجاري، والمجاري لا يمكن تنتقل من البيوت للمان هول إلا بس by gravity. وبالتالي فقط يعني المنزل الموجود على 310 لا يمكن تشبكه مع هذا المان هول يا جماعة، لا يمكن. بدك تشبكه مع مان هول أخفض منه جغرافيا طبوغرافيا، وبالتالي بجوز بس تأخذ من بعض المناطق اللي موجودة ahead of it. بس هذا الفرق الجوهري ما بين شبكة المي وشبكة الصرف الصحي. And this is why the use of phasing polygons في شبكات المي مقبول، the use of phasing polygons في شبكات الصرف الصحي أنا رأيي الشخصي أنه غير مقبول. يعني ولا يمكن تقدر تشبك بيت بالاعتماد على phasing polygons، هو أصلاً أوطى من المان هول اللي أنت already محدده. This is why you see in reality كثير من المستيكس يعني اللي like this بالنهاية، وحتى في مشاريع التخرج you can see something like this. How to deal with this إن شاء الله لما نيجي نحكي عن السيور نتوركس we will talk about this in the end. هيك بنكون انتهينا من البرزنتيشن أو ما تبقى من المرة الماضية، والآن بنروح على البرزنتيشن 1-3 وإن شاء الله اليوم بحطها بعد المحاضرة. أنا غيرتها وبدلت فيها لحد قبل 5 دقائق من بداية البرزنتيشن هاي. نعمل بس شير سكرين ونيو شير، تمام، اللي هو demand variation and calculations. بالمناسبة هذا تقريبا أصعب جزء في الواقع، طبعا هي calculations بسيطة بالمناسبة، لكن هذا أصعب شيء in reality، لأنه إحنا زي ما اتفقنا سابقا في مساقات كثير ال engineering calculations سواء في مساقات المي ولا مساقات الإنشاءات ولا مساقات التربة ولا المواصلات ولا الإدارة الهندسية ولا أي شيء آخر، دائما ال engineering calculations هي أسهل ما يكون لسبب بسيط. طبعا هي معادلات معقدة، بس هو already في عندك specialized software they will do everything for you. لكن دائما المشكلة يا جماعة بالكلمة اللي حكاها زميلكم في اللود، كيف تحسب اللود، كيف توزعه مكانيا وكيف توزعه زمنيا. That is really the real challenge في كل الشغل تبعنا أو تبع غيرنا من المواضيع الهندسية المختلفة. فديماند variation يعني كيف أحسب الديماند. طيب برك الناس بعد 10 سنين تركوا البلد لأن الوضع الاقتصادي صار سيء جدا جدا، أو العكس تماما زي اللي احنا عايشينه هلأ، صار في عندنا كورونا، ناس كتير انحبست في البلد ما قدرتش تطلع، معناته زاد عدد السكان. هيك أنا بفترض يعني حين نحكي هذا السيناريو النظري، وبالتالي إجي عندك ناس أنت مش متوقع أنك أنت تقدر تخدمهم مثلا في المي، أو نحكي بالعكس في أشهر الصيف أحيانا في ناس بتبات على الجسر عشان تلحق دور تاني يوم، معناته مدينة أريحة اللي عدد سكانها بسيط جدا، بجوز بتجاوزش بجوز يعني بضرب الرقم من عندي 20,000 ولا 18,000 ولا 25,000 أكيد not more than that. فجأة بيجي لهم 8 أو 9,000 بني آدم يكون أنحاء الضفة لأنه بدهم ينزلوا تاني يوم سكرت المدارس وبدهم ياخذوا راس دور، هذول بدك تشربهم، بدهم يتوضوا، بدهم يعملوا. إذا في عندنا demand variation مرات unexpected conditions بتغير النمط ال future projection في population. أنت بتتوقع يكون في ازدهار اقتصادي وبيحصل، فبتلاقي الناس دبكوا على رام الله وكل الضفة بتسكن في رام الله لحد يوم الخميس، والخميس من نص الثاني من النهار بعد الظهر والجمعة والسبت بيكونوش في رام الله، بيكون كل واحد يرجع على المدينة تبعته بيقضي الويك اند عند أهله وقرايبه وكذا وإشي، وبرجع الترحال مرة تانية لرام الله. فإذا يوم الخميس بتلاقي كل الطرق مسكرة من رام الله لكل مناطق الضفة الغربية. إذا هذا الديماند فاريشن والنمط، النمط اللي هو ضروري تعرف الكلمتين بالعربي والإنجليزي، بالإنجليزي الباترن وبالعربي النمط، يعني لازم تحكيها بهذا الشكل نمط وباترن. هذا هو أصعب إشي بالمناسبة،
وراح تتفاجأ انه احنا عندنا في الضفه الديماند فاريشن والديماند باترن كله عباره عن اسامبشنز موجود، لكن الاكتوال والحقيقي وتغيره من سنه لسنه اكشلي ما حدا بيعرفه قطعيا. يعني اشوف قديش الكم الهائل من مشاريع التخرج في الجامعات الفلسطينيه، والكم الهائل من رسائل الماجستير، والكم الهائل من مشاريع البنيه التحتيه في قطاع المياه اللي اجت من يوم ما اجت السلطه في 94 للان، وستيل هذه البيزك انفورميشن والبيزك داتا ما في حدا بيعرفها يعني. فاذا هاي البرزنتيشن بسيطه، لكن بتحاول انها تحطكم على يعني اول الطريق بالمناسبه، يعني حتى بعد ما تخلص هذا المساخ يستل موجوده عندك الحيره في انه شو اللي احطه بالنهايه بالمناسبه، بس هذا على الاقل بحطك باول الطريق وبخليك انه على الاقل كيبابل انه انت تفهم الموضوع هذا، ويكون عندك قدره انك يعني تو ديسايد اون يور فيوتشر دايركشن في هذا الاتجاه. بالمناسبه هذا الشيء اللي اخذ بيئه 2 وبيئه 1 مر معه، والمفروض انه مر بالتفصيل يعني هذا الشيء. فذيس از واي احنا بنعطي لمحه سريعه جدا اللي تكون شيء بس مهيئ لكم ليتر اون لما تستخدموا الووتر. بس هاي عباره عن باراجراف انترودكتوري شيء ابتدائي هيك، بدي احكي لك انه بالنهايه ووتر كونسومشن فيريز يعني استهلاك المي بتغير، ممكن during the day، ممكن during the week، ممكن from week to week، ممكن from month to month، وأكيد from year to year و during the year itself. يعني عندنا هاي variability definitely موجودة خلال ساعات النهار، و definitely موجودة actually على time scale أكبر. تتغير الاستهلاك variation من سنة لسنة. يعني أغسطس 2001 وأغسطس 2006 وأغسطس 2005 و2004 وهالمجرة في variation، في إشي مشترك إنه دائما أغسطس أقل إشي. أوكي that's fine كاستهلاك على سبيل المثال. مثلا في جانيوري في هذا المكان هو أعلى شيء، طبعا هذا لوجيكلي غير عن اللوجيك اللي موجود عندنا، ممكن يكون شيء بجوز هذا منطقه استوائيه واعتبر بالنهايه، لكن اتليست هو بده يحكي لنا انه في عندنا فاريشن، والفاريشن متغير من سنه لسنه. بس مره ثانيه هذا النمط عكس عكس اللي عندنا، عكس اللي موجود عندنا دائما الفاريشن. مثلا في اوغست هو شهر 8، هذا بجوز اعلى الاشهر عندنا احنا في الضفه، المفروض يكون الووتر كونسومشن هو اعلى ما يمكن. هو اكشلي يمكن احنا يعني عشان نكون دقيقين شوي، هو الووتر يوز او اللي احنا وضحناه المره الماضيه او الووتر ديماند. يعني انا بدي اخلط الان بين هذه التعاريف بالنهايه. خليني اسال السؤال اللي بحب اساله دائما، انه شو اللي بخلي في عندنا فاريابيليتي من سنه لسنه؟ ركزوا معي، من سنه لسنه، ليش مثلا اوغست 2000 مرة وخلص 2020 كان مختلف عن أغسطس 2019 ومختلف عن أغسطس 2018؟ شو العامل الرئيسي اللي بخلي في عندي annual سنوي variation في الwater use؟ عدد السكان. عدد السكان، بس ممكن بجوز قبل خمس سنين كان أكثر الwater use معناته، بس عدد السكان كان قبل خمس سنين أقل بالمناسبة. ممكن المناخ، درجة الحرارة لما تزيد بزيد الاستخدام المي. المناخ، the climate change، climate variability، يعني كل أكم من سنة بيجي وضع غير شكل، والتمبريتشر عالي جدا لدرجة الناس بتبدأ تتحمم وبدها تشرب مي أكثر، أكيد استهلاك الماء أكثر، والواحد واضح إنه بالشتاء بشربش مي زي ما بشرب بالصيف، فما بالك ما تكون درجة حرارة أعلى، فديفينتلي بده يكون في عندنا شيء مكافئ او مناظر في الووتر يوز. المنث هذا مثلا هذا معبر عن وضع بلادنا نوعا ما، يعني واضح انه اشهر الصيف هي مبينة عندي هون مثلا اكثر شيء جولاي واغسطس الذروه، ما مثلا اشهر الشتاء اللي رسميا بتبدا مثلا 12 1 و2
somehow يعني. وتسعة وعشرة وحداش أشهر الخريف، لكن مبدئياً 12 واحد واثنين من أقل الأشهر اللي فيها الووتر يوز somehow نفس الشيء يعني، نفس الشيء. بجوز يجيك مثلاً شهر واحد 2020 كان ممكن يكون أقل من شهر واحد 2019، كان بارد جداً شهر واحد 2020 لدرجة إنه الواحد يفكر كثير قبل مثلاً ما إنه يتحمم أو دبر بالنهاية regardless يعني، لكن هو بشعر إنه ما فيش داعي إنه يشرب أصلاً يعني، لأنه ما في شعور بالعطش على سبيل المثال، والدرجة الحرارة منخفضة كثير لدرجة إنه تسخين المي بيكون صعب كثير، وبالتالي حصول على المي السخنة أكثر من شهر واحد قبل سنتين اللي كان فيها درجة حرارة باردة بس باعتدال يعني. إذن هذا ممكن يعني نربطه مع الإشي هذا. وهذا مجرة مثلا ليش مثلا شهر 8 كان أكثر من هاي السنة من شهر 8 الماضي درجة حرارة مرتفعة أكثر، كان في طلب أكثر على المشروبات والعصائر والكولا والقصص كلها، فكان ضغط كثير على شركات المشروبات يعني، المشروبات السوفت درينكس هذه مش المشروبات الكحولية يعني، لا قصدي المشروبات العصائر احنا بنسميها هون العصير، وبالتالي اكيد في طلب اكثر وشيء. وبتلاقي في محلات كثير بنهاية الصيف تشتري وبعدين بيعرفوش يصرفوه بشهر 9 وبشهر 10، وبتلاقي انه بصير عليه عروض لانه قبل ما يخرب يعني الحقوق او شيء زي هيك، وحتى الشركات المنتجه بصير ينزلوا لك باسعار اقل يعني، لانه خلاص انتهى الديماند والاستخدام لهذا الشيء. ديلي ديفينتلي يعني، كيف ديلي مش خلال اليوم، لا من يوم ليوم يعني. اول شيء ناخذ احنا ننسى الشيء اللي محطوط هون مبدئيا، نيجي مثلا نحكي يوم مثلا الجمعة هو أكثر يوم في water use definitely، لأنه هو أكثر يوم أهل البيت بنظفوا البيت، هو أكثر يوم في غسيل، وأكثر يوم في شطف، وأكثر يوم في استعداد لصلاة الجمعة والوضوء والقصص هذه كلياتها. هذا يوم الجمعة ممكن يكون إحنا ما كنا في أمريكا، كنا في ولاية فيها مورمنز، ولاية يوتا، والمورمنز ناس يعني فئة مسيحية متدينة بطريقة خيالية أكثر منا، أكثر منا كمسلمين بالمناسبة، بدخنوش، بشربوش قهوة لأنه فيها كافيين، بشربوش شاي، بشربوش كوك. الكولا المنتشرة عندنا كانت ديكاف بسموها، ديكافينيتد يعني ما فيش فيها كافيين، بشربوش بالمناسبة كحوليات. في مدينة في نفس الولاية اسمها بروفو، هذه أكثر مدينة في العالم فيها الاير كواليتي، جودة الهواء أحسن ما يمكن يعني. كنا أنا وصديق لي أردني كان بدخن بالشارع، كنا نطلع عليه بس يعني، تخيلوا هون في نابلس عندنا بالضفة واحد ماشي وحامل أزازة مشروب وبكزر فيها بالشارع، هنا كل مستهجن المنظر يعني. هناك هيك لما يكون بدخن يكون الكل مستهجن. فهذول الجماعة يوم الأحد اللي جاب الحكي هذا يعني جموع حاشدة بتكون رايحة على الكنائس، منتشرة الكنائس بطريقة خيالية هناك. طبعا بتروح على كاليفورنيا بتشتي تشوف كنيسة بالمناسبة، بس بتروح على في المدينة أنا كنت عايش فيها أو في، فيوم الأحد زي يوم الجمعة عندنا. فإذا الفكرة إنه النمط الأحد الجمعة ما بيعني إشي في مدينة في أمريكا بالمناسبة، إلا إذا كان فيها مسلمين كتير. في مدن في أمريكا فيها تركيز هائل للمسلمين، اللغة السائدة بتكون لغة عربية مثلا، لكن يوم الأحد هو زي يوم الجمعة عندنا. فإذا هو الآن بدي أربطه إنه، وهي نقطة مهمة لازم ناخذوها بعين الاعتبار، إنه الكلتشر، عندنا دائما الدين ما بيحكوا الدين في الدول هاي، بيحكوا الكلتشر. الكلتشر هي اللي مرات بتحكم نمط الاستخدام والفاريابيليتي تبعته يعني. فإذا احنا عندنا يومنا اللي هو يوم الجمعة، إذا صدف إنه يوم عيد الوقفة، يوم الوقفة سوري قبل العيد بيوم، وكان يوم ال 10 ذي الحجة اللي هو مثلا نحكي يوم أربعة، معناته يوم ثلاثة بده يكون إشي جنون عندنا، لأنه اللي عمره ما تحمم بحياته بده يتحمم بهذاك اليوم، وهذا مجرة يعني. It's like this. فتلاقوا مرات بيكس معينة ما بتظهر يعني، مثلا ليش يعني يوم مثلا ثلاثة، خلينا مثلا نحكي على سبيل المثال
في هاي السنه في تاريخ معين ويوم ثلاثه، سوري هذا مش احكي يوم ثلاثه، يعني مثلا نيجي نحكي على سبيل المثال 1/9/2020 مختلف عن 1/9/2019، let's put it that way. اه لانه يوم 1/9/2020 كان في مناسبه معينه وبجوز طلع عطله والست البيت استغلتها، الست العامله تحديدا، الست اللي بتشتغلش برا البيت تفرقش معها يعني، بس الست اللي هذاك اليوم هي بتشتغل في البلديه ولا دكتوره في الجامعه ولا مدرسه في المدرسه ولا وات ايفر، بالنهايه اكيد بيعني لها شيء. واضح كيف انماط الاستخدام تتغير من يوم ليوم يوم ليوم عبر السنه طبعا، ونفس اليوم نفس التاريخ من سنه لسنه، هيك بده يعمل واحد المقارنه. لما نحكي مثلا على سبيل المثال اورني، اكيد دفنتلي يعني خلال اليوم خلال ساعات النهار دفنتلي، يعني مثلا لما اجي يعني انا مثلا زوجتي بتشتغل وانا بشتغل، لسه طبعا الكورونا مبدئيا هلا، وعندي اولادي كلهم في المدرسه وفي الجامعه، معناته عند الساعه 7 في اخلاء كامل للبيت باعتبار، ومرات بتطلع قبل بربع ساعه عشان تضمن ازمه السير ما توقعش فيها وتتاخر لك اكثر، معناته من السبعه للساعه 2 اكشلي زيرو ووتر يوز، زيرو اكيد يعني ما في اي حدا موجود في البيت بهذاك الوقت. ومن بجوز النمط عندنا من صلاه الفجر وقبل نتفه صغيره لحد الساعه 7 او 7 الا ربع ولا 7 وربع في استخدام انتنس مكثف للمي، وبالذات قبل الخروج من البيت بنص ساعه او ثلاث ارباع ساعه، يعني بترجع الساعه 2 بصير في جنون باستخدام المي. الساعه 2 ما بتعني ولا شيء بالمناسبه للناس اللي عايشين في اراضي 48 وللناس اللي عايشين في امريكا، امريكا بخلصوا تقريبا على 5 بدهم اولموست ساعه لا يوصلوا للبيت، اذا الساعه 6 تقريبا بتصير تبدا، وممكن حتى 7 اذا كان في ترافيك جام بيبدا هناك الجنون اللي احنا ممكن يكون موجود عندنا تنتين تنتين ونص something like this، يعني واضح اذا في شيفت بهذا الشكل، اذا في عندنا فاريشن خلال ساعات النهار، اذا في عندنا اورلي ووتر فاريشن. وهذا ان شاء الله بنحكي النمط تبع الضفه الغربيه ان امنت، لازم استعجل شوي. الان السؤال بالمناسبه هاي سلايدز كلها عباره عن يعني واحد دارس علم اجتماع بيقدر يجاوبك هاي الاسئله، يعني مره ثانيه هذا مش انجينيرنج 100% لانه هذا انماط ومزاجات الاستخدام. يعني مثلا لما نيجي نحكي على سبيل المثال في مناطق في امريكا فيها طائفه بسموها الامش، الامش اكتبوها لما تخلص هذا، انهم موفيز حلوه كثير بالمناسبه، الامش هاي فئه الستات قاعدين في البيت وشغلتهم بس كيف الاسر المحافظه يعني الست في البيت او في الفيلد، فبتلاقي هذول طول الوقت في استخدام للمي جوا البيت. لكن لو بدي احكي مثلا عن سيده عامله اكيد الوضع بيكون مختلف في النهايه، فاذا هذا سوشيال شيء اجتماعي يعني لما تطلع شو الامبليكيشنز لما يكون في عندي ووتر يوز فاريشن، يعني هاي الشبكه اللي بتطلع، يعني مثلا بدي اتخيل انه خلال النهار، يعني مثلا يجي تطلع هون، يعني مثلا عند الساعه من 3 ل 4 الصبح، يعني معناته من 3 ل 4 الصبح almost zero، معناته هذا كميه قليله جدا طالعه من الشبكه. طيب لما تصير الساعة عندي على سبيل المثال 8 أو 9 الصبح، أوه عندي هذا أعلى ما يمكن، معناته مطلوب من الشبكة أعلى ما يمكن، معناته أعلى ما يمكن معناته أعلى فلوريت بالشبكة، أعلى فلوريت بالشبكة معناته أعلى فيلوسيتي، أعلى فيلوسيتي معناته أعلى هيد لوس، أنا بحكي معلومات هايدروليكس، أعلى هيد لوس معناته أخفض بريشر. طب والعكس أقل طلب معناته اقل فلوريت، اقل فيلوسيتي، اقل هيد لوس، اعلى بريشر. معناته الشبكه مره بتكون تحت ضغوط عاليه ومره بتكون تحت ضغوط منخفضه. معناته اي شيء بدي اصمم على ضغوط عاليه يعني لو فلوريت ولا على ضغوط منخفضه بس هاي فلوريت
طبعا هذا مش سؤال بس هذا just for you، ان عشان تقدر عشان اقدر انا ابرر لك كطالب انت ليش انا عم بعطيك قاعد هذا الاشي. انا بعطيك هذا الاشي عشان تقدر انت لما تعمل الديزاين تختبر الشبكه تحت worst case scenarios اللي هي فيها الاكستريمز. الاكستريمز من ناحيه اقل طلب معين وفيها البريشر عالي جدا ممكن الشبكه ما تتحمل، وتحت الاكستريمز الثانيه اللي فيها طلب عالي جدا وبالتالي بريشر منخفض وبالتالي يكون عندي الضغط ما تقدر الشبكه تعطيه، وبالتالي يصير في عندي هذا الworst case situation in the end. This is why واحد وفي بيئة اثنين، لأن أخذ بيئة اثنين أو على اللي يأخذ بيئة اثنين راح يمر معاه اللي هو ما يسمى بـ peak factors. والpeak factors دائما بتأخذ بعين الاعتبار extreme variations سواء كان خلال اليوم ساعات النهار ولا خلال أسوأ يوم بالسنة أو السنوات اللي عبر 10 سنوات. يعني دائما في عندنا إشي مرتبط فيه الاكستريمز اليومية أو الاكستريمز الساعية الأورلي أو الديلي. And this is why في عندنا يكون peak hourly factor و peak daily factors. مثلا على سبيل المثال نطلع على الفقرة هذه بيقول لك في average بيستهلكه الفرد أو بطلبه الفرد بغض النظر سواء كان حكيت consumption أو حكيت demand، بس بالنهاية في average، والأفرش هذا على سبيل المثال بيعبر عن كأنه 100%. وبالتالي في أشهر الشتاء you are below هذا الأفرش بنسبة 20%، يعني أنت بتستهلك 80% من هذا الأفرش. يعني إذا حكينا على سبيل المثال أنه أنت بدك كمعدل سنوي 100 لتر كل يوم، بأشهر الشتاء we would expect أنه أنت يلزمك 80 لتر، بينما مثلا بأشهر الصيف أنت بدك 25% زيادة عن الأفرج. وبالتالي إذا بدك 125 لتر لأنه الأفرج 100 لتر. تماما زي كيف اللي بيحكي الواحد إنه مثلا في أشهر معينة بالسنة الناس عندنا في نابلس بتتزاور أكثر، هو شهر شعبان مثلا، هذا مثلا عادي في نابلس موجودة، وفي شهر شعبان عزايم تكتر للأرحام وللأقارب وهالمجرة، معناته أنت مصروفك بده يزيد أكثر. وفي أشهر معينة أشهر الشتاء الناس لا بتروح ولا بتيجي، وبالتالي المناسبات الاجتماعية اللي زي الزواج وكذا اللي بتتركز بالصيف بطل تتركز بالشتاء نوعا ما، فإذا مصروفك بده يقل لأنه أنت الهدايا والنقوط والأشياء هاي طبعا ما حداش رح سامحك، بدك تحوشه هذا لا وقت الدفع أكيد بعدين. يعني هالحكي ما بزبط، المي اللي أنت ما بتصرفه كمي بالشتاء أكيد ما بتقدر تحوشه للصيف. بجوز إذا عندك بير جمع منزلي وعامله مئات الأمتار المكعبة ممكن يزبط الإشي هذا ممكن، بس عناش نروح لهذا الإكستريم من التفكير يعني بالنهاية. بس this is what it says، يعني على سبيل المثال هي الـ average 100%. في يوم معين طبعا هذا الـ average لأنه هذا خلال يوم، الـ average كساعة يعني الـ average بالساعة. فأنت إذا بتأخذ اليوم بالسنة يعني أكثر يوم عم تطلع، يعني تخيل أشوب يوم بالسنة وأشوب يوم بالسنة طلع يوم وقفة عيد، وهذا اليوم اللي هو أشوب يوم بالسنة ووقفة عيد وبنفس الوقت طلع كمان حتى يوم جمعة، يعني كل تركيز الاستهلاك في هذا اليوم أكيد بده يكون كله إكستريم عن يعني مثلا زي على سبيل المثال كيف نقرأ هذا؟ الساعة 4 PM بعد الظهر عندي بهاي الساعة ضعف 200% ضعف المعدل الساعي المعتاد الساعي أورلي. يعني مثلا إذا أنت كان معدلك في اليوم 120 لتر معناته كل ساعة بدك 5 لتر لأنه 120 على 24 5، معناته هذيك الساعة ساعة 4 في أسوأ يوم بالسنة بدك ضعف يعني بدك 10. الساعة مثلا 8 تقريبا فوق 250% يعني 275% يعني almost 3 يعني قريب 13 14 لتر بهاي الساعة بدك، هيك قرأته. والعكس طبعا بدك تقرأ الوينتر داي
الوينتر داي في ساعات اكيد يعني كل الساعات في الوينتر داي اقل من الافرج الساعي اللي انت اوريدي بتحتاجه بالنهايه. طبعا للاسف هذه التشارتس تبعت امريكا مش التشارتس تبعت بلادنا، وراح نتفاجئوا انه احنا ما في عندنا شيء زي هيك كاستمايز للبلد، في شيء فقير الحال بفرجيكم اياه ان شاء الله يا اليوم يا اما المره الجايه. بس احنا يعني لانه كل شيء عندنا جاي من امريكا، حتى الانجينيرنج براكتسز والانجينيرنج ستاندردز والانجينيرنج كودز والامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينيرز، وبنعمل كوبي وبيست للشغل تبعهم ومش مصدقين حالنا. وي ويل تيك اكزاكتلي هذا الشيء. فانا في عندي شغلتين بجوز اي ثينك مروا معكم، يا في بيئه واحد يا في بيئه اثنين، ما يسمى بالماكسيمم ديلي ديماند والماكسيمم اورلي ديماند. فكانك بتحكي هنا الماكسيمم ديلي ديماند، بيجي انت بتشوف قديش اكثر يوم بالسنه في طلب على المي، وبتفترض انه انت بدك تصمم وكانه كل ايام السنه هذا اليوم. سمبل از ذات يعني. وهذا عاده من الافرج ديلي، الافرج ديلي هو مره ثانيه 100%، هذا عاده بتاخده كرينج من 1.5 لثلاثة. يعني مثلا اذا انت معدلك اليومي بناء على كل السنه 100 لتر للشخص الواحد، فانت مسموح لك تاخذ من 150 كماكسيمم ديلي لا ثلاث اضعاف 300. التيبيكال 1.8 180. اذا هذا على ايش مبني؟ مبني انه في عندنا 50 سنه من القراءات اليوميه لمنازل او لمنطقه سكنيه، ولقيوا انه بالنهايه اكثر مره كان يكون فيها 300 لتر للشخص الواحد. اوكي، ولقيوا انه ان جنرال بتكرر كثير 150% باشهر الصيف. فاذا هم اخذوا بين ال 150% وال 300%، يعني 1.5 و3. بقول لك تيك از ا تيبيكال فاليو 1.8، وهذا هو تقريبا الرقم المستخدم عندنا في الضفه الغربيه لماكسيمم ديلي فاليوز، اذا انت بدك تستخدم الماكسيمم ديلي، وتحديدا لما يكون في عندك نوع من التخزين للمي. الان ماكسيمم اورلي كانك انت بدك تعتبر انه في عندك بايب ومطلوب بساعه معينه اكثر شيء ممكن. مره ثانيه، اكثر طلب متركز بساعه في أسوأ يوم بالسنه مطلوب، زي ما انا حكيت قبل شوي، يوم وقفه على يوم جمعه على أشوأ، لانه يوم وقفه احنا بتدور عندنا السنه بجوز يطلع، يعني احنا لحقناه بالشتاء يوم وقفه، ورمضان لحقناه بالشتاء. لكن لو اجينا حكينا مثلا صدف انه العيد الكبير وصدف من فتره قريبه يعني، وراح يصدف اكيد يعني طبعا كل 30 سنه بتدور الدوره هيك. نتخيل هذا السيناريو، أشوأ بيوم ويوم وقفة، معناته في ساعة معينة بتركز فيها الطلب. أنت كووتر سيرفيس بروفايدر، حكينا الكلمة هذه، بدك تضخ هذه المي لهذه المدينة، معناته إذا أنت بتتعامل مع ريت يا جماعة، ما بتتعامل مع تخزين مي، واضح كيف الفكرة؟ يعني بتعامل مع ريت، أنا بدي أصمم على هذا الريت. إذا هذا بيكون ماكسيمم أورلي ديماند. وبناء على هذا الريت انا لازم يكون في عندي قدره اعطي هذه المي لكل السكان، معناته انا بحاجه ل ديامتر كبير، واضح؟ انا ما بدي احط في ابار الجمع المنزليه تنشبك على مي البلديه، مي المزود، مي المجلس، مش من الروف. ذاتس ا ديفرنت ستوري. اذا دائما اذا بنحكي عن خطوط ناقله مرات بلزمني اخذ بعين الاعتبار الاورلي ديماند. اذا بحكي عن تخزين المي في خزانات ضخمه 5000 كوب، ما بلزمني اصمم على الاورلي ديماند، بصير بلزمني على الديلي ديماند. وهذا الدفرنشيشن مر معكم بشكل او باخر في البيئه 2. اذا بنحكي عن الاورلي ديماند وما في عندي قراءه للتجمع السكاني اللي بشتغل عليه، بقدر اخذ تيبيكال رينج من 2 ل 4، وهذا تحديدا مهم جدا في تصميم شبكات الصرف الصحي.
في تصميم شبكات الصرف الصحي باخذوا عادة من 2 ل 4 والتيبيكال فاليو 3 تقريبا. بس عندنا هون في الضفة بيهتموا يكبروا الرقم فباخذوا 4 ونحكي عنه ان شاء الله later on why they are interested في تكبير الرقم. خلينا ناخذ اخر سلايد وبرضه احتمال انه مرت معكم هذه الريليشن شيبس. عندنا تو اوبشنز، يعني لما ناخذ تيبيكال رينجز لايك ذس، وانا بفضل دائما انا بالنسبه لي اخذ هاي الرينجز، يا اما بكون في امكانيه نستخدم ايكويشنز، هاي الايكويشنز تربط ما بين البوبوليشن والاورلي فاكتورز والماكسيمم اورلي فاكتورز. ففي من امريكان سوسايتي اوف سيفل انجينيرز اللي هي 5.5 على البوبوليشن تو ذا باور 0.18. طبعا البوبوليشن هنا ان 1000، يعني اذا كان عندك 1000 بتعوضها واحد، اذا كان 10000 بتعوضها 10 وهم جرى يعني. وفي whatever بابت اند باومن برضه هاي مشهوره جدا. الثالثه هذه الجريت ليكس هاي مش معروفه كثير، مش مستخدمه يعني كثير. والهارمن هذه بتاعت 1918 كمان مستخدمه كثير. طبعا مره ثانيه هاي مستخدمه في امريكا، بس احنا بناخذ هاي الاشياء ونستخدمها على علاتها. يعني مره ثانيه ما فيش عندنا للضفه نهائي اي equation like these equations يعني. وبالتالي لما تيجي مثلا ترسم هاي relationships with طبعا هذا population variation كلهم هم based on population، بس مطلوب منكم تعرفوهم يعني. بيكون عندي بهذا الشكل. اول شيء في نقطتين. النقطه الاولى انه اول شيء احنا بنحكي عن Q peak على Q average. This is اكيد مو واضح هنا. لما انا اجي احكي لك انه عند الساعه 4 بعد الظهر البيك الماكسيمم اورلي ديماند لهذيك الساعه في هذاك اليوم هو 200%. يعني شو يعني 200%؟ زي ما حكينا اذا كان المطلوب هذيك الساعه كافرج 5 فهو بده يكون انا عندي مطلوب كماكسيمم 200%، يعني 10. اذا احنا بنحكي عن كيو ماكسيمم على كيو افرج، then this is what you need to keep in mind. Q max at Q average بيساوي هذا الفاكتور. Then this is very important. والشغلة الثانية إنه كل ما زاد عندي الـ population كل ما كان الـ peak factor أقل. هذا very 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 important concept. ممكن تفكروا فيه ليش، ممكن ناقشه معنا وقت المرة الجاي، لكن يعني هذا very very important وتحديدا حتى في شبكات الصرف الصحي. Why as the population increases the peak factor decreases. We need really to think of that. ممكن ناقشه المرة الجاية. هنوقف عند هذه السلايد. We will read it next time. وبعدين خلاص يعني المرة الجاية أنا إن شاء الله بس بدي من كتير 10 ل 15 دقيقة بنناقش اللي ضل. وبعدين المهندسة يمامة إن شاء الله هي بتكمل وبتعمل لكم ديمونستريشن للووتر كاد، يعني ايذر مي او المهندسه يماما مش مشكله. بس المهم انه يعني راح تكون المحاضره الجاي ساعه وربع، الربع ساعه لان انا كنت مهيئ حالي اخلص هاي البرزنتيشن اليوم، بس واضح انه ما فيش وقت كان. بنخلصها ان شاء الله المره الجاي بربع ساعه، بضل في ساعه كامله بنعمل فيها ان شاء الله ديمونستريشن لكم على الووتر كاد، وبنحاول انه يكون انتر اكتف، يعني بنفرجي مهارات في الووتر كاد بس اكشولي كونسبتس engineering concepts في تحليل وتصميم حتى شبكات توزيع المي ان شاء الله. في حدا عنده اي سؤال او اي استفسار؟ تمام. اذا احنا بنأكد مره ثانيه على انه 19/10 راح يكون ان شاء الله موعد امتحان الفيرست. بموعد المحاضره اكيد. وطبعا بيلزم انه نكون محضرين او منزلين الووتر كاد. اي ود اسيوم انه راح يكون على الووتر كاد بجوز، ما بعرف اذا بنكون لحقنا السيور كاد، بس السيور كاد نعمله ك ك كهوم ورك. ويعني بدل ما يكون الفيرست كراودد ووتر كاد وسيور كاد، لا نكتفي بووتر كاد لمده ساعه او ساعه وربع بغض النظر، بعطيكم ماني كيسز. والسيور كاد بنعمله هوم ورك
بس برضو بكون هوم ورك على يعني فترة محدودة. ممكن نعمل البروجكت يا سوار كاد يا ستور كاد، خلينا نشوف كيف الأمور تمشي إن شاء الله بالنهاية. في حدا عنده أي مداخلة أو أي سؤال يا جماعة قبل ما أنهي؟ المشروع كم طالب بيكون فيه؟ very good question. أنا بهمني أكبر عدد ممكن من الطلاب، بس بشرط ما يتجاوز العدد 5. أنتوا عددكم الآن 23، كان عدد للأسف طبعا صار 23. أنا كنت مبسوط أن كان عدد 16، very happy أنه بقدر أعملكم 3-4 مجموعات هيك وبخلص منكم بسرعة والتصليح، لكن actually صار العدد 23 which is really so bad يعني. بس anyhow جواب على سؤالك، يعني من 4-5 أشخاص. definitely ما بدي واحد لحاله يشتغل، لأنه ساعتها إذا كل واحد لحاله بدي أروح ساعتها ب 20 ولا 15 مشروع، بس there's no point يعني. تمام؟ فأنتوا حاولوا جمعوا حالكم هلا، وبنزل بوست على أول مشروع إن شاء الله later on، بحيث أن تبدوا أنتوا تجمعوا حالكم وحالكم. طبعا ممكن الهومورك بنفس الطريقة نحل بالمناسبة يعني، وممكن لا كل واحد لحاله. خلينا أشوف كيف الأمور بتمشي. إذا شعرت أنه لا بدي أجبر يعني أجبر أنه كل طالب يشتغل لحاله، وهذا هو الوضع الصحيح بالمناسبة يعني، في الهوم ورك ساعتها خلص كل واحد لحاله، لكن البروجكت بروجكت يعني ممكن يكون في تيمينج أب بالنهاية. في حد عنده كمان أي سؤال أي استفسار؟ أوكي، إذا يعطيكم العافية، ونرجع إن شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم بمشيئة الله. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم العافية يا جماعة.